كيفن سهل كيفن لو جو سهل في مير مسهل. طاني غتجاوب على كاع الاسئله وما تقول اه لا مشينا مرحبا. غاشوف وجد راسك، انا عندي مع داك الشيء ديال الكلاشات واللعيبات بيلي غاتاسومي. انا ما اسومي، انا نبين ليك. شنو هو البيف اللي قصحتي فيه شي واحد؟ انا اصلا ما كنكلاشيش. وتريح انت، شبعان كلاشات اخا الفلاشات. بسم الله نفتحوا المحضر ونزينوا المنظر. شنو تكلاشيني؟ ما كنكلاشيش قلت لك. وتريح قال لك ما كتكلاشيش. هو وجينيراسيون بيزار هذاك كلاش. شوف انت فيش كلاش وانت كلاشيتي جينيراسيون كامله. لا 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 ها ويلي برو، راك تباغي كتدخل لعندي. كاين 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 كاين. شوف اليوم غنجبد لك واحد الدوسي غابر عارفو لك. قول لي. قالوا لي في الكليب ديال او ام جي قالوا لك الدراري اللي روش غبروا طلعوها الكبرو. شكون اللي قال لك هذا البلان هذا؟ تاش ليك؟ شكون اللي قال لك هذا البلان؟ صديقي الضيوف كيقروا حيت الصوت ما كيكشفش سر. كاين. يضرك راسك عارف. لا خصك تقول لي ضروري، اصلا عارف شكون اللي كان ديك الساعة. واللي عارف انا هو راك قلتي اللعيبة. المهم انت ما كتنقل اغاني، ما كتشفر توب لاينات. كنت نقول لك هذيك اللعيبة. باينة صاحبي. شنو زعما حلالا طيبة؟ لا حلالا طيبة. تهدي حلالا طيبة. كاين. المهم انا راه ما غنسالي الحلقة تنشريها لك اليوم. انت عارف باللي كاين شي زملاء ديالك كيديروا هاد الشيء ياك؟ تقدر. شاد الميل، ولكن راك عارفهم كاينين. ما قلتش عارف، قلت تقدر. بلغ ليهم السلام من الطلاقه بهم. ما صدقاتش، كنت باغي ندبر لك في كلاش. واش بدي صداع؟ ويا ودي حدي راسك. كتبان قبيح في التراكات بطاني. كل واحد عنده كوتي ديالو القبيح وكوتي ديالو الطريف. ما كبرتيش بدانون دانون. كناش بدانون دانون. هذا معطل. هذا معطل. اجي علاش كتقول في الصغر ما قرينا والو والو؟ ما قاريش انت؟ لا قريت قريت بزاف. قلتها قلتها. وتقادات لك القرايه اخا الغايه. قول لي في الكان غتشجع المغرب ولا الكاميرون؟ سؤال هذا. قدر ما نتفرجش. اجي قول لي شكون اللي كيموسقك في روابط المغرب؟ دابا نقدر نقول سميات ونسى وحدين و... صافي قول سميات والاخرين يكعاو ماشي مشكل. لا لا كون قلتيهم. ويلي اصاحبي. بغينا ندبروا لك في الصداع وانت ما معاونش اصاحبي. قلت شحال كم مره دابا؟ عذبتي الكونتور. ويلي برو. زعما نول لهالدرجه انا؟ اجي انت كبرتي في المدينه القديمه. بالضبط كبرت في حي الهانه. حدا حي سانه؟ لا قريب. ودي عليا. بعقلك ودير فيا عقلك. كيسحب لي غير ربحو في راسك. ملي تسالي فين غتمشي اخر راسك؟ والله غنمشي نقصي ما واكلش مار كامل. تنتا. المهم نداء لكاع الضيوف اللي جايين من بعد في هذا البرنامج، وليو تاكلوا عجي وراه ما غنديرش لكم التحاليل.